من راسي سياح إلى روسيا سياح، والشري يكشف المحبة ملفاته، باغيتها في عيال زايد رهاوية، وعيال زايد دم قلبي ونبضاته. من راسي سياح إلى روسيا سياح، والشري يكشف المحبة ملفاته، باغيتها في عيال زايد رهاوية، وعيال زايد دم قلبي ونبضاته. من ركنة الريس خليفة الأساسية، يرسم عليها الكون دارة وزاراته، حسب الأمور الكايدة والسياسية، سلامة الشعب لبي من سلاماته. ومحمد الضلع المتين وعراوية، رجل المهمة ما نكز عن مهماته، فخر العرب وإخوان شم السنافية، بحر العرب يصعب عليهم مجاراته. فرض صعيد العالمي والمحلية، والشعب من راحه يمارس هواياته، وحب الهجم فينا غريزة وراثية، نتبع مسار شيوخنا في مساراته. وهجن الرياسة في فعالها رياسية، هجن الوضع منصور فيها طموحاته، في حضورها لاطم الرموز الرياسية، والشيخ ابو حمدان السلطان بصماته. تجيب في اشواط التحدي حساسية، شيخ يروع في حضوره ووقفاته، وسند لفن زيتون عزبة عمومية، والشيخ ما خابت في بوسعيد أقواته. في الصبح ناموس وناموس عصرية، ما بين هات الرمز والسيف ذهاته، الله يدوم شيوخنا نارهم حية، يبقى الوطن في ظلهم فوق راياته. من راسي سياح إلى روسيا سياح، والشعر يكشف المحبة ملفاته، باغيتها في عيال زايد رهاوية، وعيال زايد دم قلبي ونبضاته. من ركنة الريس خليفة الأساسية، يرسم عليها الكون دارة وزاراته، حسب الأمور الكايدة والسياسية، سلامة الشعب لبي من سلاماته. ومحمد الضلع المتين وعراوية، رجل المهمة ما نكز عن مهماته، فخر العرب وإخوان شم السنافية، بحر العرب يصعب عليهم مجاراته. فرض صعيد العالمي والمحلية، والشعب من راحه يمارس هواياته، وحب الهجم فينا غريزة وراثية، نتبع مسار شيوخنا في مساراته. وهجن الرياسة في فعالها رياسية، هجن الوضع منصور فيها طموحاته، في حضورها لاطم الرموز الرياسية، والشيخ ابو حمدان السلطان بصماته. تجيب في اشواط التحدي حساسية، شيخ يروع في حضوره ووقفاته، وسند لفن زيتون عزبة عمومية، والشيخ ما خابت في بوسعيد أقواته. في الصبح ناموس وناموس عصرية، ما بين هات الرمز والسيف ذهاته، الله